امبارح يوم الجمعة، يعني يوم أجازة، لكن السيد الرئيس كعادته قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية اطلع خلالها على سير العمل في مشروعات المحاور والطرق. فين بقى؟ في محافظة الجيزة، وده في إطار خطة تطوير الطرق الشاملة بالقاهرة الكبرى، واللي بتهدف لمواجهة أزمة التكدس السكاني والاختناق المروري في ضوء ما كانت الدراسات المرورية العالمية المتخصصة أظهرته من توجه متوسط سرعة السيارات والمركبات على الطرق للانخفاض الشديد، وده ترتب عليه أعباء جسيمة على المواطنين وإعاقة أيضا لنمو النشاط الاقتصادي بكل صوره. ده بيترجم طبعا لخسائر اقتصادية هائلة، والدولة بتعمل على الحد منها وتحويلها إنها تكون دافعة قوية وأساس متماسك للتنمية الشاملة، وده من أجل إيه؟ رفع مستوى معيشة المواطنين وأيضا جودة الحياة في مصر. الحقيقة جولات السيد الرئيس اللي بنتابعها في الأجازات بتدي كده لينا رسائل غاية في الأهمية يا جماعة، منها العمل من أجل الارتقاء بالوطن. وعاوز أقول لكم كمان أنه جولة السيد الرئيس امبارح شملت المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الجيزة، تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية القائمة، كمان إنشاء محاور مرورية جديدة بإجمالي أطوال 177 كيلومتر، وده بيساهم أكيد في تحرير الحركة وضمان السيولة المرورية، وكمان تقليل التلوث البيئي واستهلاك الوقود والانبعاثات الحرارية، وده طبعا بالنظر لاحتياجات التنمية السياحية الحالية والمستقبلية في محافظة الجيزة اللي بتتميز بالمناطق الأثرية السياحية الفريدة طبعا من نوعها، وده على مستوى العالم. تعالوا مع بعض كده نتابع ونشوف جولة السيد الرئيس. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خطة تطوير الطرق ومحاور القاهرة الكبرى والطرق المؤدية لمناطق محافظة الجيزة، حيث تابع سيادته تنفيذ خطة تطوير محافظة الجيزة بإجمالي أطوال 177 كيلومتر، بما فيها تنفيذ كبار وأنفاق على جميع المحاور، وذلك لتحقيق أهداف مهمة منها تقليل استهلاك الوقود واستهلاك المركبات، حيث استمع سيادته لمعدلات تنفيذ الخطة، وهي تنفيذ محاور طولية، توسعة محور 26 من يوليو بطول 12 كيلومتر لربط طريق الإسكندرية الصحراوي بالطريق الدائري، تنفيذ محور المهندس شريف إسماعيل بطول 12 كيلومتر لربط الطريق الدائري بمحور 26 من يوليو، تنفيذ الطريق السياحي بطول 6 كيلومترات لربط الطريق الدائري بطريق الواحات. الحل اللي احنا عملناه ده، احنا اوجدنا شبكه طرق جديده بالظبط حل المساله دي خالص لمنطقه الجيزه بالكامل او لمحافظه الجيزه بالكامل. تمام يا فندم. خلي بالك هنا كان في كتله سكانيه ضخمه جدا في المانيال والزمالك والمهندسين، واخد بالك؟ وتقول لي كمان مدينه الشيخ زايد ومدينه 6 اكتوبر وامتدادها حتى والقريه الذكيه ثم بقيه المحافظات. تمام ست. ونقول ان الكتله ديت كانت حجم الحركه اللي موجود فيها كان بيعاني خلال الفتره اللي فاتت والسنين اللي فاتت من قله المحاور اللي اتحرك عليها. تمام يا فندم. لما نقول كده نقول ايه؟ نقول طب ال 200 كيلو دول هيحلوا ويقللوا كثافه الحركه على بقيه المحاور اللي كانت قبل كده بقد ايه؟ وحجم التلوث اللي كان موجود نتيجه الزحمه دي قد ايه؟ وحجم استهلاك الوقت والوقود قد ايه؟ تمام سيد. طيب ده كان انا برضو يهمني ان احنا واحنا بنتكلم دايما نقول للناس احنا مش بنتكلم على منطقه المنشيه ولا صفه اللبن، لا ده احنا بنتكلم ده هي واقع المحاور دي في المنطقه دي، لكن هي بتربط كتل سكانيه ضخمه جدا وبتحل المسائل كمان للكتل دي. 200 كيلو دول حكايه تانية خالص، وتكلفتهم تكلفه كبيره جدا جدا جدا. ليه؟ لان احنا واحنا بنعمل ده احنا مش بنعمل في ارض فاضيه، احنا يا اما بنعمل في ارض وكان فيها مشغوله يا بزراعه يا بمباني. تمام سيد. وبنضطر ان احنا نعوض الزراعه وبنعوض المباني اللي موجوده. وعايز اضيف لسيادتك بس حاجه يا فندم، ان بالاستعانه المكتب الاستشاري للهيئه الهندسيه وعدد من المكاتب المصريه التخصصيه الانشائيه الاستشاريه
لاعاده استخدام المواد المحجريه يا فندم من قطاعات الحفر. كنا احنا قلنا الحكايه طب استخدام المحددات الحديثه اللي سيادتك امرت بتوجودها يا فندم، وده طبعا يا فندم بيقلل التكلفه الماليه وبيقلل التلوث كما شملت الخطه ايضا تنفيذ محاور عرضيه، وهي إنشاء محور أحمد عرابي بطول 17 كيلومتر بداية من طريق المنشية مرورا بالدائري ومحور عمرو بن العاص وطريق مصرف نهية محور شريف إسماعيل وربطه بمحور كمال عامر وصولا لميدان سفنكس وكوبري 15 من مايو ومناطق وسط البلد. تنفيذ محور عمرو بن العاص بطول 5 كيلومترات لربط القوس الشمالي بالجنوبي بالطريق الدائري. تنفيذ محور الخمائل بطول 10 كيلومترات لربط محور 26 من يوليو بالطريق الدائري القوس الشمالي. بالنسبة سيادتك لطريق الكابلات اللي سيادتك فندم مشرفنا عليه، جاري يا فندم إنشاء كوبري علوي بطول 400 متر وعرض 4 حارة مرورية لكل اتجاه لتحرير الحركة المرورية عند نقطة التقاطع فندم مع محور 26 يوليو. والكوبري ده فندم تم تنفيذه قطعين منفصلين فندم بالتنسيق مع وزارة النقل يا فندم المونوريل عشان ما يتعارضش مع أعمال المونوريل اللي بتنفذها وزارة النقل يا فندم. بالنسبة سيادتك للأعمال اللي بنقوم بتنفيذها يا فندم، شارك في الأعمال 70 شركة وطنية بأكثر من 70 ألف عامل ومهندس و35 مكتب استشاري هندسي مصر يا فندم. أيوة احنا فندم. كلامنا كله النهاردة اللي احنا بنتكلم على لكل احنا بنتكلم عليه ده بكتير على آخر السنة بإذن الله. بإذن الله. شكرين. شكرين. أعتقد أن هذه الطرق والمحاور عندما تنتهي يا ما أحلى السيولة المرورية اللي هتبقى موجودة في محافظة الجيزة.